قضية المقاعد احنا كان عندنا النتائج اللي افرزتها الصناديق، كان عندنا 9 مقاعد متكونة من التركمان والعرب والمسيح، وبقى 7 مقاعد للكرد، 5 الاتحاد واثنين الديمقراط. ولكن بعد التغيرات في المقعد المسيحي حولوها من العرب والتركمان الى الكرد، صارت 8 ب8. من صارت 8 ب8 صارت نقول مثل نقول خلينا نتكلم على الاعلام، ولا تصير دومنا وقافله. هسه دومنا بيدنا قفلت. لا 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 لا، من فضلك استاذ علي، هي دومنا بس ما قافله، لان الاتحاد لا. الاتحاد لا. الوطني الكردستاني بامكانه يتحالف ويا العرب. يعني انا هسه جايك بس دقيقه، انا مو قلت اتحاد 5 مقاعد؟ اي قلت صح. هسه الدومنا القافله اللي تحلها، يا اما اذا راحت على المحكمه الاتحاديه المحافظه ياخذها حزب الاتحاد الوطني، حتى لو كانت بالتسلسل هو ياخذ التسلسل الاول. هذه منتين منها. اما قضيه مكونات، انا برايي وانا هذا المقترح قدمته، انا اعتقد هذه الدوره ان تمشي الاتحاد الوطني والعرب يديرون المحافظه، ما تبقى نص بنص، منصب المحافظ اساس هو المشكله، منصب المحافظ. الديمقراطي والتركماني ايضا يديرون المجلس للمحافظه نص الوقت ونص الوقت، ونمشيها هذه الدوره بهالشكل، لانه هذه المعاضل ولدت تجارب. حتى على الانتخابات المقبله راح تصير الامور غير شكل.